برعاية زين، سامسونج، بيبسي، فاين بيبي، سواتش، تروبيكانا. عندي لكم سؤال، تعرفوا شو يعني؟ تيما حبيبتي خلص تبكي وتعذبي حالك، كل شي رح يتصلح ان شاء الله. ما اظن لك يا ماما. اوف يا ماما، انت عم تبالغي شوي. يا ماما مش عم ببالغ، انت ما شفتي رجائي كيف صار؟ يعني لو شفتي رح تنصدمي. مش عارفة شو اعمل. يعني يا ماما شو بدك تعملي؟ ما اخرتك تروحي عبيت جوزي. يعني صار لي يومين حرداني عند بيت أهلي، ولا حكى ولا سأل السيد رجائي. طبعا ما هو متجوز غنمة، بس أكيد هو هلأ أكيد حس بقيمتي، يعني بعد ما تركت البيت وقاعد عم بيعاني لحاله هيك، خليه بستاهل. لذنب ذنبك بل كانت حماقتي. يا مستبدة، مرات الواحد هو مرته بعيدة عنه يعني ببلش هيك يفتقد جمل زي حبيبي، يعني تغطى حبيبي، ما تعملش هيك حبيبي، كذا بصير الأشياء هيك، البيت بصير وسخ، يعني بحس انه في اهمال، يعني بحس انه في شيء مفقود. هذا الاحساس احلى شيء في الدنيا. خير. من أول ما اتيت انت مستولي عنا بدي ألعب. حل عني. شو حل عني؟ بدي ألعب. عواد لا تزعج أختك. بدي ألعب، ما قلت لها إشي. هلا مش وقته النوت. أنت ما بتحس؟ مش شايفة متضايقة وزعلانة؟ بعدين مش عندك دراسة أنت. مش عندك دراسة؟ شو بدك فيي هلا؟ روح ودرس. آه صحيح. أنت ما درستش اليوم. تعال هون قدامي. تفضل. لا يسامحك. يلا نوري. يا ويطها. ايوه كثر زيت. قال ايش؟ كوليسترول. وانا وياي بعيش. قسي بيضات عشان تشوف يا تيمة. بقلي أربعة هديك راح يكب المجلة. يا سلام لو في لي بس أحط كوليسترول. الواحد يتغذى. والله أنا عارف للجوز ما كنت قاعد. وأنا وياي بعيد. ملح زي المليونير. حط ملح. الله الله. هو ده يعني الإنسان يبحث عن الحرية، يرمي الأواعي وما بده. الجربات عادي لو كانت الجربات على الكنباي، شو فيها لو كانت الجربات على الكنباي؟ شو فيها لو الواحد قلى أربع بيضات وكب تنتين وأكل تنتين؟ شو فيها لو الواحد قلى البيض أصلا في سمنة؟ ليش إحنا بنعيش حياة صحية؟ ليش؟ ما إحنا ما حنموت.
والله نفسي أشم الكلية، نفسي أشوف الكوليسترول. والله صح إنه أنا نحيف، لا بس أنا أكيل أكيل أنا. هذا صحي وهذا صحي، قرف، هذا اسمه قرف. أنا بدي أشم ريحة الزفر. وطبيعي جدا، وطبيعي جدا، طبيعي جدا إنك تروح أنت تعطيها يا معلم ميلك شيك مع منسف. أنا هيك مزاجي، إيه أنا زلمة بحب الميلك شيك مع المنسف. هديله عندي بتزبط، ما هم في المعدة بنخلطها كل حال وما بيصير إشي. بس هذا الاتيكيت المفتعل يا جماعة، هاي قشور اجتماعية. دقيقة دقيقة أمو، ليش عملت بوس؟ ما عدت بتمغصني يا زلمة، وليش هيك عامل بيض كثير؟ ليش بتسألني أنت يا زلمة؟ شو دخلك؟ مش عشان لعبنا مع بعض شوية صرنا أصحاب؟ أنت فكرك لو في حدا غيرك في الحارة يعني من بحرز كان ناديتك أنت؟ صح من النوم أنت صح؟ من شامم. تعال نغير الجيم كلها، العب العب، نقي لك لاعب زي خليك. هذا شو هذا؟ مش عارف يا زلمة، اللي اخترته صراحة ذكرني باللي كانت تختاره تيما نفسه. مين تيما؟ موضوع كبير، ما علينا، العب العب. أما أنت ليش بتعرف تلعب؟ زي لعب بنت الجيران. حتى هي كانت تحكي قديمة. اهدأ اهدأ. بس مشكلتنا إحنا كذكور خلقنا على الفطرة بحاجة للإناث، وهذا الإشي بقهرني. بس بلشت أشتاق لها. وثلاثة سين يساوي خمسة صاد، أوكي؟ عوض عوض، ركز معي مش مع التلفزيون هلا بكسر عروسك. ليش ليتك عاطل؟ والله بصلع جنني. طب يلا حل السؤال، حل السؤال. ولك واحد بصف اول كان عرف الجواب. كم قياس الزاويه من المثلث مساوي الاضلاع؟ ولك هلا حكينا هل... طب كم مجموع زوايا المثلث؟ 180. صح. طب كم قياس الزاويه من المثلث مساوي الاضلاع؟ 180. هتجنني انت، رح تجنني تليفوني. والله اذا برجع بلاقيك مش حاله لا اكسر راسك. ركز. عايشين بدنك انت اختي يا رجل ويتيم. يعني البنت لما جوزها يتركها يومين ما يسأل فيها، طبعاً هي بتكون صابها جنون البقر. إنه إيش عم بيعمل؟ ليش مش سائل؟ مع مين عم يحكي؟ وين عم بيروح؟ وين عم يجي؟ فطبعاً هذا الإشي أنا ما صابني، صابني. فحاولت إنه ألاقي نشاطات أخرى ألاقي حالي فيها، واللي هي مثلاً أدرس عوض أخوي. وكانت عبارة عن غلطة، يعني أبشع إشي في الحياة أدرس ولد صغير ذاكرته، خصوصي عوض اللي هو ذاكرته زي ذاكرة السمكة. ثانيتين باي باي. لا لا، عم بدرس عوض بس. ياريت ياريت يجوا. اوكي حبيبتي بستناكم، يلا باي. شو مش شايفك حال اشي؟ النظرة اياها الألام على التلفزيون. حاول تهرب. بس أنا بعرف إنه ما في فايدة، حكيك مظبوط، أنت بعدك ما خرب منها، ما بتقدر أصلاً. لهيك اتصلت فيك حتى ما تفهمني غلط. ماما. ليش؟ شو في شعوط كاتب على الفيس؟ شو؟ الرجاء مزعل تيما وحرداني عند بيت أهلها وكابس على نفسه العوض. اشوف طلعي، ابنك بده يفضحنا. نعرف من عوض. يفضحنا عند اهلها. بده يفضحنا على الفيسبوك. خدي. انت لسه بتبكي؟ خدي. شوفي فاطمه شو صار فيها. ثلاث أيام لها مرتك حرداني وما بتخبرني؟ يعني هلا
صرت تقلق يا تيما. انا بقلق عليكم انتوا التنين، بعدين الك فتره قاعد وعواطلي وهي اللي تشتغل وتصرف على البيت. هو مش تهدي يا مره، يعني يا طخه يا اكسر مخه، يعني عشان تيما بدها تدبر لك موضوع المعرض، صرت تحبيها موت. الله يرحم. بس هو اللي بيحكي الحق بكون مصلحجي. يابا ما بصير مرتك تبات برا البيت وانت ما تسأل عنها. انا مو توفن انتم وانا عرفته. احكي له. عوض يا تافه عليك. حقيرة يا كلبي. لا 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 لا. وبعدين معك تيما. طب شو في الواتساب اذا بعت لك اشي رجائي؟ صار لي ساعتين ما شيكت. يمكن راستين قبل ساعة بغير صورة البروفايل تبعته. كنا احنا التنين مع بعض. تيما حركات ما بتعرفي يعني؟ لا ما بعرف. Touch of her hand, then an eternity without it. One. هيو اجا اونلاين. ايش عامل؟ اطلعي هلا بتبعتي له مسج بالغلط. اطلعي. ابصر مع مين عم بيكون عم بيحكي هلا. يا اختي هيك كل الشباب ما بنتركوا لحاله. ماله بتلاقيه بدور اسماء البنات عنده بالواتساب بعت لهم نكت بتحركش فيهم. مش زينا كلنا مشاعر. اذا بتروح وحده بيجي عشرة. جد مالها هاي؟ يعني التكنولوجيا الحديثه السوشيال ميديا، يعني أيام زمان لما الوحدة كانت مثلاً تترك واحد خلص بتركوا بعض وما الظروف ما بتساعد إنهم يشوفوا بعض. لا كان في يعني خلص يا بيحكي معها تليفون على الأرضية خلص أو ماكسيمم معها الموبايل. هلأ الوحدة يعني بتترك الواحد عنده فيسبوك، في عنده تويتر، عنده واتساب، بدنا نشوف اللاست سين تبعه اي ساعه. يعني هو اونلاين هلا، طب ليه ما عم ببعث لي هلا؟ طب مع مين بحكي وهو اونلاين؟ طب يعني ليه ما بعث لي انا هلا؟ هو هيو اونلاين. طب لاست سين طب ما هو هيو كان لاست سين، يعني شاف مسجتي. طب شاف مسجتي ليه ما حكى؟ طبعا هذا الهوس. طبعا هذا الاشي ما بيعانوا منه الشباب لانه ولا سألين، يعني ما عندهم هذا النوع من التعلق. فالبنات بيكونوا مهووسين في اشي هو اصلا الشاب ولا سائل ولا شايف ولا سامع فيه اصلا. من الاخر يعني من الاخر لو بده يبعث لك كان عرف يوصل لك، كان عرف. يعني مش انه فش عنده انترنت ولا ابصر ايش وقع فهو تعرقل قبل ما يوصل ويبعث المسج ولا يرن. لا خلص هو اذا بده يوصل لك كان وصل لك. خلص get over it يعني move on move on. ليش هيك انتوا البنات بتزعلوا من اللي بيحكي الحق؟ مش عارفة صراحة. انتوا البنات بس هذا من المؤاخذة، يعني عمين حضرتك محسوبة؟ تيما لا جد حبيبي والله يا قوم انه البنات عاطفيات، يعني بتضلها هي حرام التبة. امتى اللاست سين على الواتساب؟ امتى دخل على تويتر؟ كتب ما كتب؟ ايش غير صورته على الفيسبوك؟ طب بما انه هي فات ليش ما كتب لي؟ بما انه هي فات هون ليش ما بعت لي؟ ليش ما تحركش فيه يا حبيبتي؟ هو ببساطة اصلا مش طايقك فما راح يبعت لك، فما تتفاجئي. يعني قال ليش غير البروفايل بيكتر وما بعت لي؟ ليش ما بعت ليش مسج؟ ليش
طلع على الواتساب وبين لاستين قبل 5 دقايق وما بعت ليش. ببساطة لأني بحضر تلفزيون. تخوتي. بعدين إذا أصلاً بدي أعمل إشي بعمل إشي محرز، بجيب صفط حلو ورد بجامة زي لجتنا الحمراء وبجي بصالك، بس مش هيك الفكرة يعني. الفكرة إنه أنا ببساطة مطقة. يعني أقسم بالله الوحشة اللي عم بعيش فيها صارت، يعني عم بحس بفراغ، فراغ كبير، فراغ فراغ إله أول ما إله آخر. معدتي فيها فراغ قد الحياة، بدي أكل مش لاقي إشي أكله. أنا مش متدمر عشان هي موجودة، أنا متدمر لأنه مش تركت لي إشي بالتلاجة، والصراحة خلصت كرتونة البيض وفقعت من البيض، زهقت. نفسي نفسي أكل لغويص إشي، والمشكلة أمي متقلبة الطبائع، برج الحمل هلكتني. فيش إلي إلا أطلع أروح أكل برا أشوف أعمل إشي. شيبس أهلكني الشيبس. يابا يابا احنا مش متقلين ابدا من قعادك عندنا، احنا متقلين من اعوذ بالله مش متقلين، مستعدين نخليك هون عندنا كمان 50 سنة. بس يابا اي سنة بدك تروحي عند جوزك؟ بابا الموضوع اكبر من هيك. شو اكبر واصغر يا بابا؟ شو فاهمينا؟ ما أظن أنا ورجائي نقدر نكمل مع بعض. نعم نعم؟ شو؟ بنتي الوحيدة بدها تطلق؟ شو مالك؟ يا بابا أنا مع أمك عشت بأربعين مطب في حياتنا وبعدني صامد، مش أنا صامد؟ نعم. آه يا بابا صامد، وانتي يا بابا هذا أول مطب في حياتك، استني مطبين ثلاثة وبعدين تصرفي. الموضوع مش موضوع مطبات، ولا أنا زعلانة من رجائي وبدي إياه يصالحني. موضوع إنه رجائي كتير تغير، بطل الحدا اللي أنا تعرفت عليه أساساً. يعني أنا كتير متضايقة عليه لأنه أنا بعرف إيش بقدر يعمل، وبعرف إنه كتير موهوب. لو إنه عم بيحاول شوي يمكن كان في مجال، بس يعني حتى هو ما عم بيحاول وداير لي ورا واحد مهوي.
يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ويا ليلي عاشق بقول حواديت حواديت كان لي حضن وبيت وبيت ويا ريت يا شو يا ريت يا شو تضمنا أنا وحبيبي أغلى الحبايب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو لسه دال في لهيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو لسه دار في لهيبي يا حبيبي يا حبيبي ارجع خدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين على سكة العشقين